طول عمرنا بنقول الماتش ما بيخلصش غير مع صفارة الحكم، لكن في عصر السوشيال ميديا في ماتشات تانية بتبدأ مع آخر صفارة، الترولز، الفيديوز والثاغ لايف. ليه انتوا مش فايدة الفريق الخسران ويهنا اللي بيكسب وبتجيله الفرصة يحفل على الخصم؟ يا ترى كان ايه الوضع لو السوشيال ميديا والانترنت موجودين من زمان؟ قول مجدي عبد الغني كان هيتشهر كم مرة؟ اعلان نايكي اللي ما كانش فيه هارد ديسك مش موجود عليه كان هيكون ايه وضعه لو ظهر في عصر فيسبوك؟ وسط ثلاثة، وسط ثلاثة، يا نهار أبيض، يا نهار أبيض، يا نهار أبيض، يا مالك قلبي، هل انتهى أمري؟ يا أسر الحب، ده انت الأمر كله ليك يا ابني. حلوة 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 حلوة، هداف يا ابني، هداف بدرجة امتياز، اللمة والحطة واللفة والنطة والقطة والبطة يعني.